تعالوا نعمل مع بعض وصفه اللوت المبسوط. ازيكم احلى ناس في العالم، انا عمرو حلمي والنهارده جاي اعمل لكم وصفه طاجن اللوت المبسوط. يعني ايه الكلام ده؟ النهارده انا هستخدم السمك اللوت من سي شيلف اللي هو اللاين الجديد بتاع سي فود فاكتوري. اهو ده سي فود فاكتوري وده سي شيلف، ده سمك اللوت، وسمك اللوت ده سمك يجنن. هنعمله طاجن النهارده خطير. سي شيلف يعني ايه؟ سي شيلف يعني ناس بيصطادوا السمك ده او اي نوع سمك من التانيين، زي مثلا سمك قشر البياض الفيليه او سمك بولتي فيليه او سمك القاروص الفيليه. كل دي فيليهات بتبقى سمك فريش لوكال مصري، وبينضفوها وبيقطعوها زي ما انتم شايفين، بيعملوها فاكيوم وكمان بيفرزوها يوصلها لكم لحد البيت. تعالوا اقول لكم المكونات: طماطم متقشره متقطعه مربعات مكعبات، صلصه طماطم، بصل متقطع حلقات، طماطم متقطعه حلقات، كرفس مفروم خشن، فلفل اصفر اخضر احمر وفلفل احمر حراق مفتوح متشال البذر، ثوم، ليمون اضاليا، طحينه، ملح، فلفل، كمون، كزبره، شبت وزعتر وكزبره خضراء. وبس كده، يلا بينا نبتدي الوصفه. هتبل السمك بملح، فلفل ونقطة زيت زيتون. سخنت الطاسة جدا، بعدين هنزل نقطة زيت زيتون مش كتير، هنزل السمكية كده. ده اللون اللي انا عايزه بالظبط. يلا هنطلع اللوت المبسوط. احنا خلاص سويناه تلات ارباع سوا، هيكمل بقى في الطاجن مع الحاجات اللي بجد هتدلعه. يلا ندلع اللوت. دلوقتي هعمل ايه؟ احط بقى الخضار كله بس بالترتيب: التوم، كرفس، شوية بصل حلقات، هنزل الفلفل التلات الوان، الطماطم، معلقة صلصة طماطم، هنزل الزعتر، واخيرا الطماطم المتقطعة مربعات. والطماطم بتستوي، انا هحط كزبرة، كمون، ملح، فلفل اسود. يلا بصوا بقى، انا خدت الخلطة دي اللي تجنن، احطها تحت هنا في الطاجن، افرش بيها واحط عليها شوية شبت وكزبرة فريش، واحدة لوت، اثنين لوت، هاخد تاني من الخلطة واعمل للدور التاني، وبعدين واحدة سمك كمان وواحدة لوت كمان بس. واخر حاجة بقى الخلطة دي تاني فوق السمك، واخر حاجة من فوق احطها هي الفلفلية الحمرة دي، وعلى الفرن لمدة ربع ساعة. اللوت بيزقزق ومبسوط في الطاجن بتاعه. بصوا بقى اللوت مبسوط، والله العظيم مبسوط. جربوا الوصفة دي قولوا لي رأيكم، قدموها مع رز وعصرة ليمون وشوية طحينة وشطة، وبألف هنا وشفت.